استقبلت السيدة الأولى للبلاد هند ديبي إتنو أعضاء فرقة ماجيك سيستيم. تأتي هذه الزيارة في إطار احتفال الفرقة بعيدها 20 من وجودها على الساحة الفنية والغنائية. يتضمن الاحتفال جولة للدول الأفريقية بدأت من الجمينة. الحبيب حامد. التعاون الدائم والمستمر وتشجيع الشباب ومساعدة المحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة وكل الأعمال الخيرية التي تقوم بها سيدي إتنو هو الغرض من المقابلة التي جمعت فرقة ماجيك سيستيم الإيفارية صباح هذا اليوم مع سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو. وخلال ساعتين أو أكثر ناقش أعضاء الفرقة بقيادة رئيسها السيد سليف تراوري وسيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو المشاريع المستقبلية لمؤسسة القلب الكبير ودور فرقة ماجيك سيستيم فيها. وخلال المقابلة تم التطرق أيضا إلى احتفال القلب الكبير السنوية والتي من المفترض بأن تنظم خلال الشهور المقبلة هنا في العاصمة أنجمينا، ويتم خلالها عرض كل ما أنجزته مؤسسة القلب الكبير خلال سنة كاملة. وأخذت المقابلة أيضا حيزا كبيرا من مشكلة الشباب الأفريقي وإيواء الأطفال المشردين في كل مكان، وخاصة أن مؤسسة القلب الكبير تنوي في وقت لاحق بناء مركز تدريب ودار كبير لإيواء الأطفال المشردين هنا في العاصمة أنجمينا. وتتزامن هذه المقابلة مع العيد 20 لتأسيس فرقة ماجيك سيستيم والتي تأسست عام 1996 في مدينة أبيجان عاصمة جمهورية الساحل العاج. وتوجت فرقة ماجيك سيستيم عشرينياتها بجولة أفريقية بدأت بجمهورية تشاد والتي سماها أعضاء فرقة ماجيك سيستيم بالقلب النابض أو القلب الذي ينبض بالحياة. وتكلل هذه الجولة أيضا بإحياء سهرات غنائية بدأت منذ يوم أمس هنا في العاصمة أنجمينا. فرقة ماجيك سيستيم أضاف للأغنية الإيفارية طابعا جديدا أطلق عليه فيما بعد زغلو، وهي عبارة عن لمسات تقتبس موسيقتها من الواقع الإيفاري الممزوج بأساليب فنية معاصرة وجديدة. المقابلة حضرها أيضا أعضاء المكتب التنفيذي لمؤسسة القلب الكبير في مقدمتهم الأمينة العامة لمؤسسة القلب الكبير السيدة ديلا لوسيان. وعقب المقابلة قال السيد سليف تراوري رئيس في الفرقة: نحن فخورين جدا كوننا نلتقي اليوم بسيدة تشاد الأولى هند ديبي إتنو والتي ما فتئت إلا وكانت حاضرة في كل محفل اجتماعي، وقد سمعنا عن نشاطاتها ودورها الكبير في مساعدة المحتاجين عبر المساعدات والقوافل الطبية وحفر آبار المياه الصالحة للشرب وغيرها من الأعمال الخيرية، وهي بالفعل صاحبة قلب كبير كاسم مؤسستها. وأكد السيد تراواريه بأن فرقة ماجيك سيستيم سترافق مؤسسة القلب الكبير في أعمالها الإنسانية.